بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خلصنا السبينال كورد نطلع على البرين ونشوف بيتكون من ايه. هنلاقي ان البرين بيتكون من الاجزاء التالية: تو سيريبرال هيمسفيرز. كل سيريبرال هيمسفير قاعد تحت البوستيريور بارت بتاعه، وان سيريبيلر هيمسفير. يبقى تو سيريبرال هيمسفيرز وتو سيريبيلر هيمسفيرز، والاتنين مع بعض مرتكزين على جذع اسمه برين ستيم. البرين ستيم ده يتكون من 3 اجزاء: ابر بارت اسمه ميد برين، وميدل بارت اسمه بونس، واللور بارت اسمه بيضلة اوبلونجاتا. الـ3 اجزاء ديت مثبتين السيريبيلم ومتصلين بيه بثري كونكشنز يطلق عليها سيريبيلر بدانكلز. هنعرف تركيبها بعدين. ديت اجزاء البرين ستيم او جذع المخ، الا ان هناك جزء اخر يقع اعلى البرين ستيم اسمه داينسيفالون او داينكيفالون. هذا الجزء البعض يعتبره امتداد او من تركيبة البرين ستيم، والبعض الاخر بيقول انه سيبرت بارت بيسموه انتر برين. طيب احنا خطتنا هنتكلم على اجزاء البرين ستيم تفصيلا. تعالوا نشوف البرين ستيم من خلال انفيريور فيو للبرين. فهنجد البرين ستيم اللي هو الجزء المحصور بالسهم ده يتكون من 3 اجزاء: ادي عندي ميد برين، وادي عندي بونس، ودي مظلة اوبلونجاتا. هنبتدي بالمظلة اوبلونجاتا اللي هي الابورد كونتينيويشن اوف ذا سباينال كورد. رؤوس الاقلام اللي انا هتكلم عليها النقاط التاليه: ديفينيشن والسايت، الاكستنشن والبارتس. الديفينيشن بنقول it is the upward continuation of the spinal cord. ده تعريف. تعريف تاني: it is the lower part of the brain stem. تعريف تالت: downward continuation of the bones. التعريفات دي كلها لما نحطها مع بعضها هتضم لنا بداية ونهاية ومكونات المظلة. ازاي؟ السايت: توجد المظلة اوبلونجاتا بداخل الكرينيال كافيتي، يحدها من اعلى البونس ومن اسفل السباينال كورد. اذا هي تعتبر امتداد السباينال كورد من اسفل او امتداد البونس من اعلى. البارتس اوف ذا مظلة اوبلونجاتا هنعرفها من خلال هذا المنظر. المنظر ده posterior view للبرين ستيم. ده كان الجزء الخلفي للبونس، وده الجزء الخلفي من البرين، وده الجزء الخلفي من البونس، وده الجزء الخلفي من المظلة اوبلونجاتا. طيب من برين، بونس، ومظلة، عايزين نشوف اجزاء المظلة بتتكون من ايه. اللي هيحدد الكلام ده الحد الفاصل بين البونس وبين المظلة كانت في ترانسفيرس جروفز توجد في البوستيريور اسبكت بتوين ذا بونس اند المظلة، اسمها ميدلاري استرايا. دي الحد الفاصل بين البونس من اعلى والمظلة من اسفل، ودي كانت بتوجد في الفلور يعني الانتيريور وول لبيج كافيتي اسمه الفورس فنتركل. هذا الفورس فنتريكل موجود في الباك اوف بونس اند مظلة. هو هيحدد لي اجزاء المظلة ازاي؟ انا اداري على البونس وعلى الميد برين. فهنجد المظلة مقسوم لقسمين اتنين: الابر بارت اوف ذا مظلة الكافيتي بتاعه يشبه الاوبن بوك، وهو جزء من الفورس فنتريكل واسمه اوبن مظلة، او بينما اللور بارت اوف ذا مظلة
الكافيتي بتاعه من الداخل is a narrow canal in continuation with the central canal of spinal cord. عشان كده بنسميها closed medulla. دي open medulla من فوق تشبه الopen book، الكافيتي بتاعها يشبه الopen book. والclosed medulla الكافيتي بتاعها narrow circular canal is canal اسمها central canal. طيب احنا هناخد الاكسترنال فيتشرز اوف ذا ميدلا اوبلونجاتا. الميدلا من بره، هل من بره لها سطحين اتنين، انتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس. الاكسترنال فيتشرز اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا ميدلا تشتمل على ست حاجات. الست ستراكشرز ديت ثلاثه منهم كان اليفيشنز، والثلاثه منهم كانوا فيشرز أوصل ساي يعني ديبريشنز، يعني ثلاث مرتفعات وثلاث منخفضات. الثلاث مرتفعات نقولهم الأول إجمالا ثم نفصل بعد كده. المرتفع الأول اسمه بيراميد، المرتفع الثاني اسمه أوليف، المرتفع الثالث اسمه انفيريور سيربيلر بيدانكلز. إذن دول الثلاثة elevations. طب الثلاثة depressions، أول depression كان عبارة عن فيشر يقع في خط النص اسمه anterior median fissure، وكان هذا ال anterior median fissure كان interrupted في اللور بارت بتاعه بما يعرف بالبيراميدال decussation، وهنشرحها بعد ثواني. اللينير depression الثاني اسمه anterior lateral sulcus، اللينير ديبريشن الثالث اسمه بوستيريو لاترال سالكس. يبقى ده عندي 3 اليفيشنز و 3 ديبريشنز. نتكلم على تفاصيل الاخبار حالا. نتكلم على اول اليفيشن اللي اسمه البيراميد. دول عباره عن 2 بيراميدال شيبد اليفيشن لايز ات ذا سايدز اوف ميدل لاين اوف ذا انتيريور سيرفيس of the medulla oblongata. ده من انتفاخ على الانتيريور سيرفيس. كان سبب هذا الانتفاخ، سبب هذا الارتفاع في السيرفيس اوف ذا ميدلا في هذا المكان، هو اوفر كراودنج اوف بيراميدال تراكت لاينج انسايد. البيراميدال تراكت اللي ماشيه جوه هنا عامله زحمه، هذه الزحمه مانيفستنج اتسلف بتظهر نفسها في صورة two elevations at the sides of middle line. والميدل لاين بتاعنا كان جروف اسمه anterior median fissure، هنتكلم عليه. الاليفيشن الثاني اللي اسمه الاوليف، ده عبارة عن ovoid shaped elevation يقع على sides of the pyramid من الناحية الشمال اهي ومن الناحية اليمين اهي. هذا المرتفع في سطح الميدلا اوبلونجاتا من على الانتيريور سيرفيس سببه كان اوفر كراودنج اوف نيرف سيلز من اجل ان تكون نيوكليوس تقع بالداخل اسمها الاوليفري نيوكليوس. اما المرتفع الثالث اللي اسمه الانفيريور سيربيلر بيدانكل، هذا المرتفع كان عبارة عن overcrowding of tracts connecting the medulla with the cerebellum. هذا overcrowding من التراكتس ظهر نفسه في صورة مرتفع على السيرفيس elevation of on the surface من على الانتيريور فيو of the medulla oblonga. دي الثلاث مرتفعات وعرفنا سبب كل مرتفعين. طب الثلاث منخفضات كان عبارة عن linear depressions اسمها fissures أو سلصاي. سلصاي أو يقول على سلكاي. الانتيريور ميديان فيشر يقع على الميدل لاين من الانتيريور سيرفيس يفصل بين التو بيراميدز، لكننا نجد أن هذا الفيشر is obliterated at its lower part. obliterated يعني مسدود من هنا، مقفول بيكملش. ليه؟ لأن البيراميدال تراكت
اللي بتشكل البيراميد بتيجي من الداخل وتعمل كروس كروس او ديكاسيشن، تتقاطع، اليمين تروح شمال والشمال والشمال تروح يمين واليمين تروح شمال. هذا الديكاسيشن، هذا التقاطع بيعمل اوبليتريشن اوف ذا انتيريور ميديان فيشر. ده الفيشر الاول. الفيشر الثاني اللي هو ده اللي كان اسمه انتيريو لاترال سالكس، ده كان هذا السالكس يفصل بين البيراميد والاوليف. السالكس الثالث اللي اسمه بوستيرو لاترال سالكس اللي هو ده اهو، ده هذا السالكس يفصل بين الاوليف من هنا وادي الانفيريور سيربيلر بدانكل اهي اللي هي من تحت اهي الانفيريور سيربيلر بدانكل. دول الثلاثه ايه؟ ثلاثه ديبريشن. يبقى هذه هي الاكسترنال فيتشرز اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا ميدالا اوبلونجاتا. لو جينا نشوفها برسم دياجراماتيك، ادي البونس وادي الفورام ماجنم اللي هي الابورد والداون وورد اكستريميتيز اوف ذا ميدالا اوبلونجاتا اللي هي بدايه ونهايه المظله. فهنجد المظله تشغل هذا المكان من الكرينيال ايه كافيتين. المظلة وهي بتشغل هذا المكان كان يبلغ طولها حوالي 1 انش يعني 2 سنتي ونص. ادي 3 اليفيشنز، البيراميد على الناحيتين طبعا، 3 اليفيشنز اون ايتش سايد يعني 6 اليفيشنز، لكن بنقول 3 على كل ناحية. ده البيراميد، وادي من هنا الاوليف، وادي بعدها الانفيريور سيربيلر بدانكلز. دول الثلاثة الثلاث اليفيشنز. الثري لينير ديبريشنز، كان في عندي الانتيريور ميديان فيشر، وادي عندي البيراميدال ديكاسيشن، وبعد كده ادي الانتيريو لاترال سالكس، وده من هنا البوستيرو لاترال سالكس. هذه هي الاكسترنال فيتشرز اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف ميدالا اوبلونجاتا. طب ماذا عن الاكسترنال فيتشرز اوف ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا ميدالا؟ البوستيريور سيرفيس اوف ذا ميدالا اوبلونجاتا هينقسم لقسمين اتنين، اللور بارت اللي اسمه كلوزد ميدالا، والابر بارت اللي هو الاوبن ميدالا. نبتدي بالكلوزد ميدالا اللي هو اللور بارت اوف ذا ميدالا اوبلونجاتا. فنجد اللور بارت يعني من تحت مستوى الفورس فنتركل، من تحت هذا الخط هنجد فيه عندي الفيتشرز اوف كلوزد ميدالا، فيها 1 فيشر و 3 اليفيشنز. 1 فيشر اللي هو ده هيسموه بوستيريور ميديان فيشر، و 3 اليفيشنز الجراسيل والكونييت والانفيريور سيربيلر بدانكل. ده اجمالا، هنتكلم على التفاصيل دلوقتي. هنا في ترانسفيرس جروفز او ترانسفيرس ستراي يعني تخطيط خطوط بيسموها الميدلر ستراي، بتمثل في فايبرز ماشيه بالعرض في هذا الموقع. دي كانت الحد الفاصل بين البونس من اعلى والمظله من اسفل، الا ان المظله اللي كانت من اسفل زي ما احنا شايفين كانت بتنقسم بحدود الفورس فنتركل الى جزئين، ابر بارت اسمه اوبن مظله ولور بارت اسمه كلوزد مظله. الكلوزد مظله دي اللي احنا بنشرح فيها حالا، هنقول فيها اربع حاجات. 1 فيشر اسمه بوستيريور ميديان فيشر، يقع على الميدل لاين من الباك، ادي اول ايه، ادي اول فيتشر. الفيتشر الثانيه نلاحظ مع بعضنا كده، في عباره عن لونجيتيودينال اليفيشن اسمه جراسيل تراكت. ايه الجراسيل تراكت ديت؟ ده تجمع لنيورونز لنيرف فايبرز شايله سنسيشن خاص هنتكلم عليه بعدين. هذا السنسيشن بيمشي في نيرف فايبرز تتجمع مع بعضها وتعمل تراكت. اذا التراكت هي مجمع لباس واي اوف مجموعه نيرف فايبرز اسمها مع بعض جراسيل تراكت.
الجراسيل تراكت دي تصعد لاعلى في الكلوزد مضله، وفي الابر بارت هتلاقي تتجمع في نيوكليوس، هيسموها جراسيل نيوكليوس. الجراسيل نيوكليوس دي في الداخل، لكنها في السيرفس من بره هتظهر في صوره مرتفع صغير بيسموه جراسيل تيوبركل. تيوبركل يعني المرتفع الصغير، تيوبر يعني اليفيشن، وكل يعني سمول، فاسمه مرتفع الصغير الخاص بالجراسيل تراكت اللي سببه في الداخل وجود نيوكليوس اسمها جراسيل نيوكليوس، اللي هي المحطة الأخرى اللي كانت بتستريح عندها الجراسيل تراكت. طيب على السايدز اوف ايتش جراسيل تراكت، طبعا من ناحيتين، على السايد هنجد الكونييت تراكت، والكونييت تراكت هتنتهي من اعلى بتيوبركل اخر يسموه الكونييت تيوبركل، اللي سببه في الداخل هو تجمع الكونييت نيوكليوس. اما المرتفع الثالث اللي هو ده كان اسمه الانفيريور سيربيلر بدانكل. مش الانفيريور سيربيلر بدانكل ديت كانت موجوده على الانتيريور سيرفيس؟ نقول اه. امال ايه اللي جابها على البوستيريور سيرفيس؟ لانها لفه واخده الانتيريور واللاترال فيو اوف ذا ميدالا اوبلونجاتا، وجزء منها هيبان لنا من البوستيريور فيو. اذا ثلاث مرتفعات، جراسيل تراكت وامتدادها العلوي اللي هو الجراسيل تيوبركل، كونييت تراكت وامتدادها العلوي اللي هو الكونييت تيوبركل، ثم الانفيريور سيربيلر بدانكل. هذه هي الاكسترنال فيتشرز اوف ذا لوور بارت اوف ميدالا اوبلونجاتا اللي كان اسمها الكلوزد ميدالا. ماذا عن الاوبن ميدالا؟ طيب ادي الاوبن ميدالا اللي هي بقى في موجوده في مستوى الاوبن بوك اللي اسمه الفورس فنتركل، اللي كانت تحت مين؟ تحت الميدالر استرايا. اذا هي هذا الجزء الذي يقع اسفل الميدالر استرايا ويقع اعلى خط تخيلي هو اللور ليميت اوف ذا فورس فنتركل، في هذا المكان المظله اوبلونجاتا كان اسمها اوبن مظله، والكافيتي بتاعها يشبه الاوبن بوك. تعالوا نشوف الفيتشرز كانت فيها ايه. الفيتشرز زي ما الكلوزد مظلة كان فيها أربعة فيتشرز، هنجد الأوبن مظلة فيها أربعة فيتشرز. هنجد 1 فيشر و 3 ديبريشنز. يبقى كان عندي تحت في الكلوزد مظلة 1 فيشرز و 3 إليفيشنز، هنجد في الأوبن مظلة 1 فيشر و 3 ديبريشنز. الفيشر اللي من فوق أول واحد بيسموه ميديان لونجيتودينال فيشر، ويقع على امتداد البوستيريور ميديان فيشر بتاع الكلوزد ميدالا. طب تعالوا نشوف الثلاثة ديبريشنز. أول ديبريشن كان في صورة مثلث يقع على السايدز اوف ذا ميديان لونجيتودينال فيشر، هذا الديبريشن اسمه هايبوجلوسال ترايجون. هايبوجلوسال نسبة إلى الكرينيال نيرف رقم 12، تريجون يعني المثلث، وكان في هذا الموقع كانت توجد الديب أوريجين النيوكليوس أوف ذا هايبوجلوسال نيرف. على السايدز أوف ذا هايب، طبعا هايبوجلوسال تريجون على كل ناحية، على السايد بتاعها على اللاترال سايد أقصد كان في أنذر ديبريشن، هذا الديبريشن الثاني اسمه فيجال ترايجون، اللي هو الايه؟ اللي هو المثلث اللي هو لونه غامق شويه ده، اسمه فيجال ترايجون. الفيجال ترايجون ده كان بيمثل من الداخل الديب اوريجين اوف ذا فيجاس نيرف. النيوكلاس بتاعت الفيجاس نيرف كانت قاعده فين؟ قاعده في الداخل في الانسايد، فيسموه انفيريور فوفيا او فيجال ترايجون. وعلى السايدز of the vagal trigone هنجد ترايجون اخر، مثلث اخر اسمه vestibular trigone. الفيستيبولار ترايجون ده مثلث كان فيه الديب اوريجين لجزء من الفيستيبولار نيوكلياس. ومين الفيستيبولار نيوكلياس ديت؟ دي هنتكلم عليها بعدين. الفيستيبولار نيوكلياس دي كانت نيوكلياس كبيره موجوده اساسا في البونس، ودي كانت خاصه بالعصب الثامن اللي كان اسمه الفيستيبولو
كوكليار او الاوديتور، الا ان في جزء منها بينزل لتحت في الاوبن مظله ويبرز على اللاترال سايد اوف ذا فيجل تريجون اسمه الفيستيبولار تريجون. اذا هناك ثلاث منخفضات وفشار، الفشار اسمه ميديان لونجتين الفشار، والثلاث منخفضات هايبوجلوسال تريجون على السايد بتاعه على اللاترال سايد فيجل تريجون، على اللاترال سايد بتاعه الفيستيبولار تريجون. دي كانت الاكسترنال فيتشرز اوف ذا اوبن مظله. يبقى كده خلصنا البوستيريور سيرفيس اوف ذا مظله باللور بارت بتاعه اللي اسمه الكلوزد مظله، وبالابر بارت بتاعه اللي اسمه الاوبن مظله. لو نيجي نشوفها رسم دياجرام، ده كان جزء من البونس اسمه ميدل سيريبيلر بدانكل، وده كان الحد الفاصل بين البونس من اعلى والمظله من اسفل اللي اسمه ميدلري استرايا، وده كان عندي حدود ده الانفيريور سيريبيلر بدانكل اللي هو كان جزء اللاترال والانتيريور والبوستيريور من المظله اوبلونجاتا، وده الاوبن بوك اللي كان بيمثل الايه الحدود او اللور ليميت اوف ذا اوبن مظله من فوق، اللي بيقسم المظله الى اوبن مظله وكلوزد مظله. طيب طب ما نيجي نشوف كده من اسفل الكلوزد مظله كان فيها ايه. ادي الفيشر بتاعنا اللي اسمه بوستيريور ميديان فيشر، وامتداده من الاعلى اللي هو الميديان لونجيتودينال فيشر. طيب الكلوزد مظله فيها جراسيل تراكت، واعلى تنتهي بجراسيل تيوبركل، ثم الكونييت تراكت وتنتهي بالكونييت تيوبركل، وهذه الانفيريور سيربيلر بدانكل. طب لما نيجي نشوف كده الاوبن مظله كان فيها ايه، ادي الانفيريور فوفيل الفيجل تريجون موجوده في النص، يبقى على الميديال سايد بتاعها هنا نجد الهايبوجلوسال تريجون اهي، وعلى اللاترال سايد بتاعها هنا نجد مين الفيستيبولار تريجون اللي هي كان جزء من ايه من الفيستيبولار نيوكلياس اللي هي النيوكلياس بتاع العصب الثامن اللي كان جزء منها بيبرز في داخل ايه الاوبن ميدل. طيب دي كانت الاكسترنال فيتشرز اوف ذا مظله اوبلونجاتا. اخر نقطه في المظله هنتكلم عليها هي الكرينيال نيرفس اللي بتخرج من المظله. احنا اتكلمنا من شويه قلنا هايبوجلوسال تريجون وفيجال تريجون وديب اوريجين ونيوكلياس، ايه ده؟ احنا عندنا 12 كرينيال نيرف، من 3 ل 12 كانوا بيطلعوا من البرين ستيم، واحد واثنين دول من البرين مباشرة من السيريبرم. الثلاثة من الاثناشر طلعوا من الأجزاء المختلفة من البرين ستيم، كان منهم 9 إلى 12 هيخرجوا من المظلة أوبلونجاتا. طيب احنا لما اتكلمنا على الديب أوريجين بتاع هذه النيرفس اللي موجود في السبستانس أوف ذا مظلة من الداخل، النيوكلياس بتاع كل نيرف بتطلع نيرف فايبرز هتتجمع مع بعض وتعمل مين؟ وتعمل الكرينيال نيرف. فهنجد عندي 9 و10 و11 و12 كرينيال نيرفز هيخرجوا من المظله اوبلونجاتا من اماكن واتجاهات مختلفه. ازاي؟ نتذكر مع بعضنا كده شويه بيانات. دي كانت البيراميد على الناحيتين، ودي كانت الاوليف على الناحيتين، والانفيريور سيربيلر بدانكل على الناحيه ديت وعلى الناحيه الثانيه. كويس، الفيشر ده كان اسمه انتيريور ميديان فيشر، والفيشر ده كان اسمه انتيريور لاترال فيشر، والفيشر ده بوستيريور لاترال فيشر. كويس، طب نراقب مع بعضنا كده، هنجد بين الاوليف والانفيريور سيربيلر بدانكل من عند البوستيريور لاترال فيشر كان هيخرج 3 كرينيال نيرفز. مين هم؟ هيخرج من اعلى العصب التاسع اللي اسمه جلوسوفارينجيال، يدي العصب العاشر اللي اسمه الفيجاس، يدي العصب الحادي عشر اللي اسمه الاكسسوري، بينما يخرج من الانتيرو لاترال سالكس اللي هو الجروف الفاصل بين البيراميد والاوليف كان هيخرج الهايبوجلوسال نيرف اللي هو كان العصب رقم 12. بالشكل ده شفنا اماكن خروج الكرينيال نيرفز من الديفرنت ارياز اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا ميدلا اوبلونجاتا. لو جينا نشوفها بدياجرام، دي البونس وده
الفورامن ماجنم، ودي الاجزاء المختلفه للمدله اوبلونجاتا اللي هي مين؟ ادي البيراميد والاوليف والانفيرو سيرابيلار بيدانكل، ده الانتيرو ميدان فيشر، انتيرو لاترال وبستيرو لاترال. تعال نشوف مع بعضنا كده، شوف الهايبوجلوسا ده 9 و10 و11، ادي 9 و10 و11. ليه قلت عليهم 9 و10 و11؟ لانهم خارجين بين الاوليف ميديالي والانفيرور سيربيلر بدانكل لاترالي، يعني من عند مين؟ يعني من عند البوستيرو لاترال سالكس. طب نشوف العصب ده كده طالع منين؟ العصب ده رقم 12 اللي اسمه الهايبوكلوسال، ده خارج منين؟ خارج من بتوين البيراميد والاوليف من عند الفشر اللي اسمه انتيرو لاترال سالكس.